شو؟ انت جنيت من كل عقلك عم تحكي؟ لا لورينو مالك حق، شلون بتحكي معي هيك انت؟ لانه مستحيل تكون وايك تعرض علي هيك عرض. ليش شو ناقصني لورين خانو؟ انا عندي مال واطيان واملاك، وبكره بستتك وبخليكي اميره زمانك، مو احسن ما تشتغلي جرسونه وتدوري بين الطاولات؟ لك انت روح اطلع على حالك بالمرايه وحط صورتي جنبك، بتعرف الجواب. عن اذنك يا عمو. لك استني، وين رايحه لورينو؟ وين رايحه؟ على الهفا اللي ياخذك انت والمجتمع كله. لك لورينو تعيلي. لا تضرب ايه؟ لك لورينو كلمه، لك كلمه تعيلي. العمى بقلبها العمى. هلا بتروح بتقول له لابوها، يوم بيجي ابوها بيبهدلني. لك شو بدي ساوي؟ بسيطه، بقول له لابوها انه بنتك مطلقه وما حدا راح يرضى فيها غير رجال كبير، يا اما رجال عنده اولاد، يا اما مطلق، يا اما ارمل. ممدوح ممدوح. الله الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو حبيبتي، طول الغداء؟ لا، 10 دقايق وبكون جاهز. ممتاز، ما بدنا نستنى لورين لتجي؟ لورين اجت وصارت بغرفتها، بس مدري شو بها، متضايقة كثير. شو هالحكي؟ ايه، وحاولت افهم منها. شو بكي يا لورين؟ شو بكي يا حبيبتي؟ يا ماما احكي لي. عباس ما كانت تحكي لي. الله يرضى عليك، فوت انت شوفها، بلكي لك بتحكي لها. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. تفضل. بابا ليه زعلاني وجاي من الشغل بكير؟ بابا احكي لي، صار معك شيء؟ حبيبتي. محمد، أنا حاولت أمنعه بس ما رضي. وليش لحتى يبهدلوا لأبو محمد؟ ليش شو عملت معي؟ بس لحظة احكي. أهلين أخي أبو لورين، أهلين. تفضل تفضل. لا أهلين ولا سهلين. لك أنت شلون بتتجرأ تحكي مع بنتي هيك؟ قلي لشوف، قلي شلون. لك أنت ما عندك احترام لشيء؟ ما عندك احترام للخبز الملح اللي بيناتنا والصحبة اللي بيناتنا؟ لك يا أبو لورين أنا ما غلطت، أنا كنت جاي أطلبها على سنة الله ورسوله، غلطنا شي؟ فشرت فشرت وستين فشرت. لك هي بتطلع قد أصغر بنت من بناتك. بس يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك. لك يا أبو لورين، يا أبو لورين، بنتك مطلقة وبده مين يستر عليها؟ وأحسن مو دايرة بين هالطاولات عم تشوف طلبات الناس. أنا رح لبي لها كل طلباتها وسددها واكتب لها الكفة كله باسمها. غلطنا شي؟ ما خسيت يا واطي، ما خسيت. لك تفو عليك، تفو. لك رحت، لك وين رحت؟ أخ لو ما رحت. لك يا ممدوح، يا ممدوح. هذا معلم. بنته مطلقة وكرسوني وحبينا نستر عليها ونتجوزها ونستتها. العمى بقلبه العمى. لك آخر زمان عم يكفروا بها النعمة. لك غلطنا شي؟ أعوذ بالله معلم. أشوف شغلة. هذا معلم. ممدوح تعذبت النار. حاضر.
العمر. شو وين امك ما شفتها؟ ايه راحت عند بيت خالتي هون بضاحيه. بدها تنام عندهم؟ لا شو تنام عندهم، هلا ابن خالتي بوصلها بالسياره. طيب قولي لي ابن خالتك شاب ولا كبير؟ لا والله شاب. شو شاب؟ كثير حلو. طيب اذا حلو كثير ليش ما طبقتيه؟ ايه صار له 4 سنين متجوز وعنده بنوته مثل القمر. طيب كنتي لحقي حالك وطبقي؟ لا هلا انا بعمره ما خطر ببالي، مثل اخي هو الله يوجه له الخير. هلا انت ما خبرتيني، ما تعرفتي على شي حدا جديد بهالكافيتيريا؟ لك حدا جديد شو؟ مو انت على اساس عم تدوري على حب جديد يا بعدي؟ بلا، اجاني عريس لقطه. وشو ناطره ما حكيتي؟ يلا العي ولا ابو محمد صاحب الكافيتيريا هو العريس اللقطه بذاته. إيه لا انت عم تمزحي ما؟ لا ما عم بمزح، وطلب ايدي من يومين، يعني قال بحكم اني مطلقه عرض علي خدماته يعني وبده يتزوجني ويستر علي. ايه وشو قلتي له؟ تركت الشغل اكيد وبابا راح بهدله. العمى اذا صحيح؟ ايه وصحيح اصبح العمى. لا اخلص. عمار وين طلع؟ قلنا لك دقيقة. تفضل هي الطلب. وصل. اف يا الله تعبت. يلا خلصنا اليوم يعطيك العافية. لك صحيح عمار ما خبرتك شو صار مع لوري؟ ما كثير مهم. هلا معقول يعني؟ شبيك نيرمين ليش ما عم تصدقيني؟ انا فعلا هي المخلوقه ما عاد تعنيني بالمره. طيب ماشي اعتبر اللي بدي اقول لك اياه يعني من باب تشفي غليلك باعتبار انك حاقد عليها وبدك تنتقم. هلا مالي كثير معك بقصه اشفي غليلي، بس انت طالما مصره تفضلي احكي. هاد يا سيدي صاحب الكافيتيريا اللي هي عم تشتغل فيها. ايه طلب ايدها للزواج. ممتاز هالحكي، يعني واخيرا لقيت واحد غني يسدتها ويقعدها بالبيت وعنده كافيتيريا مثل ما عم تقولي، واخيرا لقيت سبب تترك كرماله الشغل. هلا هي تركت مشانه الشغل بس مو مثل ما انت مفكر. ما فهمت شلون يعني. هاد زلمه كبير ومتجوز بناته قدها فبهدلته وتركت الشغل. حلو هدول ضربتين مع بعض. ما فهمت كيف يعني؟ الضربة الأولى إنه هي هلأ تركت الشغل وقعدت البيت صح؟ أما الضربة الثانية إنه هي بتكون وأخيراً اقتنعت إنه هذا المجتمع ما بينظر لهي البنت اللي بتشتغل هي الشغلة باحترام. عمار شو قصدك؟ أنا مالي محترمة؟ أنا آسف أنا فعلاً ما هيك قصدت، أنا عم بحكي عن المجتمع، المجتمع كيف بيشوف القصة. أها على أساس أنت مالك جزء من هالمجتمع. حكم الهوى وشرط غيم تشري حكم الهوى.